بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله وعبده على أهل أصحابه وجنده ومن أحبهم تحشبهم إلى يوم وعده ووعده. نتابع ما كنا بصدده، هو أن لتجزئتي أصلا، نقول أصلا يعني الدليل، وهذه الألوان التي استكملت في مسائل التجزئة إلى اليوم، وكتب فيها وأصبح للجهات خصوص عدها، مثلا يقول نهاية الربع عند المشارق، قبله أو بعده بيأتي نهاية الربع عند المغارب، هذا أيضا له وجوه. والسبب فيها هو ما يسمى البحث عن الآيات المفصلية، أي ما يمكن أن يكون وقفا أتم في الباب، لأن أوقاف الوقف معروفة، ووقف القطع غير وقف الاستئناف. الوقف تتقطع به وتتودع، غالبا الأربعة تكون شبه مودعة كما في خواتم الصور في جزئات، لأن فتكون تحرى بها التمام أو شبهه، وهذا الشبه يكون كفاية أحيانا ويكون حسنا عند من يرى أن الحسن قد يجتمع في رأس الآية مع الكفاية والتمام أحيانا. فقطع دابر القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين، قل أرأيتم، هذا رأس آية وتمام التمام والكفاية كما تشاء وأتم أكفى من الذي قبلها. فقطع دابر القوم الذين ظلموا أرى فيه الكفاية، ولكن الحمد لله رب العالمين على هذا القطع، وهو من تمامه واحد جهة، جهة المعنى الله محمود على درء الظلم ودرء الظالمين، فهو محمود عليه، فهذا من تمامه من جهة المعنى لا من جهة اللفظ ولا من جهة كمال أصل المعنى، من جهة كماله. ولكن ليس بعد حمد الله على إسدال الستار وإزاحة هذا الضر، هذا ليس وراءه شيء، وكانك تحس وكأن خاتمة سورة وهي في وسط سورة. خشع دابر القوم الذين ظلموا الحمد لله قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم، يعني الله انتهت قصة قوم، يعني كانت عاقبتهم محك القرآن وسجل الستار عليهم وحمد فاعل هذا الفعل إنه عدل وفي محله وإن في ضرء مفاشج في الوجود الآخر. إذن الآن إن شاء الله ننتقل إلى تكملة الموضوعات الباقية، موضوع المعرب في الكتاب وموضوع الإعجاز وموضوع الأدب وموضوع السمع، سمع الكتاب. بخصوص الإعراب هو بوبه بما ينبئ عن مراده، وهو ما في القرآن من الألفاظ التي للعجم أو للغة العجم تعلق بها. فمن الأول الآن ينبئنا على أن هذا هو الرأي تاعه في موضوع ما في الكتاب من غير لغة العرب. وسبق القول في مبحث نزل القرآن سبعة حروف أن في القرآن من لغة العرب لغة الوسط، هي أصف اللغات، اسمها بقبائل مضر، قريش أمهم، ثم يتبعوها أسد وما مدكناه معها وضباها، قبائل التسعة وقيس، ثم لغة الأطراف، مش الوسط، مش الحجاز تهامة ونجد، وإنما الأطراف، فادخلوا فيها الأزد، أزد باسم بفروعها، وادخلوا فيها القبائل الأخرى كغطفان، لغات أخرى، ففيه من لغات العرب التي هي لغة الأطراف، ولغة الأطراف لم تكن كلغة الوسط محمية من الدخل. لماذا؟ قلنا أسبق بإن لكم بنا أولا كانوا يتاجرون مع جوارهم من العجم في الجهات التي هم فيها، فكان النصارى في الشام، وكان في اليمن الأحباش، وكان من الجهات الأخرى فارس من جهات العراق، عراق العجم وما وراءه من فارس، فتأثرت العربية الأطراف مثل هذه اللغة. جاء في القرآن من لغة العرب لغة الوسط وعرب المنتخب كما سأنبئكم عليه في لمح النظم، وفيه من لغات غير العرب لغة العجم، من هؤلاء العجم الذي في القرآن من لغتهم عند من جوز هذا،
وهم فرس والروم والنمط والقبط والسريان والعبران والبربر، لغة تسمى بلغة أهل المغرب ساعة، نحن في لغات لي. وأوسع من تكلم على المبحث من السيوطي في كتاب المهذب في القرآن بالمعرب، وأنها الألفاظ التي قيل فيها بأنها من المعربي التي أصوله ليست عربية، عجمية، ولنقول أعجمية، أعجمية أنها إلى 200 ونيف، ولرجع أنها ألفاظ القرآن نيفتها الآلاف المؤلفة 77,000 كلمة، الأعداد اللي كاينة في من عدة كلمة القرآن، تقول بأن هذا الحيز ضعيف جدا لا يخرج حتى على التسليم بكله، مع أنه كثير مما ذكر في المعربي ليس كذلك بهذا التعريف، هو أنه دخيل فيها من لغة غيرها، وهذا ما معنى دخيل. لسان القرآن هو أول من استعمله أبدا، لأن عندنا العربي بالوضع الأول والاشتقاق، وهذا يجري فيه ما يجري فيه خصائص العربي بالأصل، وفيه العربي بالاستعمال وهو ما دخل في اللغة أو تعلق بلغة العرب، علق بلغة العرب مما كان في لغات غيرهم بسببها الخلطة والمتاجرة والسفر وانفتاح الدول بعضها على بعض، فعلق بكلامهم بعض كلامي من لغات غيرهم، ثم ليس علق كما هو وإنما هدب على قانون التهديب، وقانونه ترجع إليه في فصل كيف هدبت أو كيف عربت كيف تعاملت اللغة العربية أو ألوها مع الدخيل، وهذا مبحث كاين في المجاهير كاين في خصائص ابن جني وفي غيرها، وتملكم أصول هذا التهديب، تكون أحيانا بالنقص من الكلمة وأحيانا بالإبدال في بعض حروفها وبدان بتسوية ما يكون قلقا من ألفاظها حتى تكون كالفصيح السلس الأعرف اللغة، وهذا إن شاء الله بكثير من الأمثلة حين نصل إلى ما قيل في عجميته أننا إن شاء الله نبين ذلك بالكامل، واحتفظ بالإملاءات إلى الآخر إن شاء الله. هذا المبحث عند ابن عطية صدر فيه بالقول الذي يبدو وكأنه لا دليل عليه، وصدر بالاختلاف، قال هذا الموضوع مختلف في أي من حيث أصله، في من قال إن في القرآن من كل لغة، وهذا الأصل فيه كلمة لأبي ميسرة التابعي رضي الله عنه، والذي أوردها ابن جرير بسند صحيح إليه، قال في القرآن من كل لغات الناس أو لغة الناس أو من لغة كل قوم، وقرأ قوله تعالى وما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه، وقوم رسول الله بالأصل هم العرب لأنه منهم، وقومه بقصد البعثة هم العالمون، هم الناس كلهم. وزاد ابن النقيب فقال والحكمة في ورود في القرآن في أن يكون في القرآن من كل لغات الذين بعث إليهم تحسسهم بأنهم معنيون بهذا الخطاب، وأن في لغتهم من كلماته، وأن الله تبارك وتعالى حين أورد هذا في كلامه الكبير وفيه إشارة إلى أنهم، ويعجبني أن حاج أهل البربر عندنا قال كلمة إله إحنا كنا نتكلم فيها إذا نضج الطعام، وأدركه بعض البرابرين يقول الطعام يعني معنى إله يعني حمية تنور تعرف تنور وفاض التنور هو مطبخ الإنارة مطبخ الطبخ، معنى هذه الأصول كاينة تجده فيها، قال هذا بلغة البربري وفي لغة شمال الشرق وفي لغة أهل المغربي أن أصولهم هي هذه. معرفة هذا مهمة لأمور ستأتينا إن شاء الله حين نصل إلى أول كلمة اختلف فيها من هذا القبيل. هذا القول الذي له أصل في كلام التابعين يقابله قول آخر ينفي ذلك، وهو الذي نحاه ابن جرير الطبري وأبو عبيدة والشافعي وشدد النكر على من قال في القرآن لفظ عجمي، وكأنهم يعنون بلفظ هذا اسمه أن
أنه ليس فيه مطلقا لا مستعمل ولا بالأصالة، مع أنه لا ننفي روايات صحيحة من عباس حين قال بأن القسورة هي الأسد بلغة الحبشة، وأن كفل تهي بلغة فيهم الضعف، في كفلين قال الكفل بلغة الحبشة الضعف، وأمور من هذا القبيل نشبت إليهم، وجهنم هي جنهام بلغة فارس، وغيرها من الكلمات التي لن نجد لها أصلا اشتقاقيا في لغة العرب إلا بالتكلف. فهذه يحسن أن تقول تأخذ فيها بما قال فيها، ولكن هذا اللون من العجمي الذي عرب أنه عرب قبل نزول القرآن، فنزل على ما وقع في هذا اللون منه، فأصبح عربيا بالاستعمال، فيصدقوا فيه قلوا طبعا نزلناه بلسان عربي مبين، نجعلناه كذلك نزلناه حكما عربيا، أي أنه معانيه وألفاظه عربية، دلالته أيضا الأصل فيها هذا الوضع، لأنه المعنى جاي من يضع بإجائه لفظي، فلا بد أن تكون هذه المعاني أيضا لها إطلاقات أولى بحسب الوضع، فتاي أيضا عربي الحكم عربي اللفظ، حتى ولو كان هذه العربية بالاستعمال. إذن عندنا اللفظ العربي بالأصالة والوضع، والأصل والعربي بالاستعمال، وكان أصله عجميا. هناك من خرج الواردة في القرآن من ما يشبه الألفاظ العجمية بالتوارد، وهذا نحاه النفاة، قالوا هذا الذي جاء وقال فيه البعض بأنه من كلام العجم هو في الحقيقة كلام عربي، وخرج في اللغتين متفقا لفظه على معنى واحد من باب التوارد والاتفاق. قال ابن عاصية معلقا: وهذا لا يصح، وإن جوزناه فعلى ندرة. ليقول هو كذلك أنه لسلمته في هذه الكترة هذه يكون كيف يقع هذا اللون من الاتفاق. واليوم الآن وحوش في تاريخ اللغات وكيف نشأت وكيف تطورت، وعلم عظيم جدا، وكيف تأثر بعضها ببعض، وكيف اقترض بعضها من بعض، واللغات اللي كانت متجاورة، ولغة أهل الفتح، وكان ما يسمى بأسلمة اللغة. مثلا أحيانا شعوب عربت بسبب الدين، طيب تيجي مثلا يقول بأنه لا بد من أن تقرأ الفاتحة بالعربية وإلا لا تعد قرآنا، وأن تسبح وتكبر وتحمد الله باللفظ العربي. فاحتاجت اللغات الداخلية في الإسلام إلى أن تعرف العربية، وصار تعليم العربية من الدين شباب، أن كثير من الأشياء وسبع الإنسان لا يقبل منه ورده في تسبيح مترجما، لا بد أن نعرف العربية ده. فعربت أمم بسبب ذلك. وإذا قلنا بأن العربية لها امتيازات وخصوصيات تجعلها في الصف الأول من اللغات بالامتيازات الخاصة بدون ما يسمى بعصبية العروبة وغيرها، في الإعجاز فكونها معجزة في النص القرآني تدل على أنها وصلت فائقية البلاغة، وهذا معنى الإعجاز، فائقية البيان، وصلت إلى واحد الأفق لا يلحق، صحة المعاني وفصاحة اللفظ وبداعة النظم، هذا الثلاثي الذي هو معقد البداعة في الإعجاز بخصوص الوجه المفضل أو المقدم أو الراجح فيما حصل به الإعجاز، وهو الذي وصل به الفصل، فصل معرب. إذن خلصنا في المعرب أن الراجح فيه أن القول على التوارد فيما جاء متشابها أو متقاربا من اللغات هذا مدفوع إلا بندرة قد يأخذ معصية، وحمله على أن العرب استعملته وزرت عليه في مخاطباتها وأشعارها ثم نزل القرآن على هذا الحد، استعمال الألفاظ لا استعمال العرب، وكان أوسع اللغات التي احتضنها لغات الوسط لما أصبحت مرجعين وكذا واحتوج، فكان هذا الاستعمال مرعيا إن شاء الله. ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس قال ثلاث كلمات في القرآن كانوا يقول ليست من لغة قريش، إما لعالم استيعابية وهذا يمكن أن يفوته، وإما لأنها فعلا لم تكن لا أصول في اللغات الأخرى، ويشرد بهم سينغضون ومقيتا بمعنى مقتدرة، كالله على كل شيء مقيتا،
ولا يعرف في الإقاتة بمعنى الإقدار في كلام العرب. إذن أو على الأقل في اللغة الفصحى التي كان يعرفها ابن عباس، قال هذه الثلاثة سينغضون ومقيتا وشرد بهم، بمعنى نكل بهم أو سمع بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. قال هذه، قالت هذه ليست من مما يعرف في لغة قريش، أو ليست من، لأن لغة قريش كانت سمحة عندهم وكانت بالغة في فصاحة شوية، وكان هذه بالنسبة لهم كانها حشية، كانها بالنسبة للغتهم كانها تبدو وكانها مستغربة، معناها من المستغرب المستحمد الذي يستحمد، لأن القرآن استعمله بغاية البداحة في محله ولم يكثر. سينغضون واحدة، وإنغاض هو التحريك مع استهزاء، ولا يمكن أن تجد لفظة توفي بهذا المعنى مع وجازتها في هذا الموضع. ترى أدرت القاموس العربي كله تابي لغتي العربية الأخرى على هذا الموضع اللي تزيل سينغضون إليك رؤوس مرض الإنغاض، اللي هو تحريك يوحي بوجئين وسخرية وتنقص، ما كلمة واحدة أنغض رأسها بعدها بس يحركها أي تحريك، لا بهذا القصد. وشرد بهم هكذا من خلفهم، معنى نكيل بهم تنكيلا يجعل الآخرين يسمعون ويصلوا إليهم هذا النوع من النكال فيكفون. شرد بهم يعني استعمال دقيق. ومقيت كما قلت لكم من اسم القوت وإنما من الاقتدار، اللهم إلا أن يقال أقاته بمعنى أقدره على امتلاك القوت، فيكون هذا ذكر للسبب مع المسبب أو للنتيجة مع مقدمتها إلا تكلفا في الباب. إذن نابد من أن نستحضر هذه المعاني ونحن بصدد النظر في رصيد التدبر الذي قدمه ابن عصية ومعه غيره من أئمة التفسير. إعجاز الكتاب، إذن عندنا في المعرب ليس في القرآن عجمي ولكن فيه معرب، والمعرب هو الدخيل بشرطه، وهذا التهذيب الذي طاله مذكور في قواعد التهذيب، قواعد كيف يؤدبون، كيف كانت تؤدب العرب الدخيل من كلامها، وهو جملة كلم معدودة في بحر كلم الكتاب لا تجعله قرآنا عجميا، ولا يترتب عليه أن يحتاج تفسيره إلى لغة أخرى أجنبية ليقدم بها كما يفسر الكلام العجمي أبدا. هذا إجماع على أن هذا اللون من النظم العجمي ليس في الكتاب، هذا إجماع حتى الذين ينفون، حتى الذين يقولون بوجود المعرب، وأجمعوا أيضا في المفردات على وجود إعلام عجمية، ويكنحوا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لأنهم كلهم أنبياء عجم، وأجمع النحاة على أن العلة في منعه من الصرف العالمية والعجمة، فيمنعه من الصرف لاتقاله، لأن الصرف يدل على التعريب، على أن الاسم هذا معرب غاية مكين في العربية والصرف، بينما إذا كان عجمي لاتقاله فإنه يحرم هذا النوع من ألوان الصرف، فيقول فيه علة منعه من الصرف الذي هو التنوين والجر والخفض أنه على الإجماع العالمية إلى العجمة. فإذن هذا التعليل المتفق عليه يدل على تسليمهم بموضوع العجمة في الأعلام، لكن في أسماء الأجناس وأسماء الأشياء وأسماء المعاني هذا هو الموضوع الخلافي فيه، كتسمية الصقار وتسمية السلسبيل والزنجبيل والسري عند بعضهم، وسيدنا سيدي قلنا لكم جماعة ففيني في نقدا نظمها فيها في هذا الكتاب، وشرحت يعني شرحت منه بين معناها في كل المواصل. والذي دشنا هذا النظم في موضوع المتشابه هو تاج الدين من السبكي، اللي هو نظم جمع فيه 27 كلمة قال بأنها من المعرب، وأضاف إلى ابن حجر 24، ثم زاء سيدنا السيوطي فكمل ببضع وستين، فكانت الجملة هي 100 والنيف التي تضمنها كتاب المهذب فيما في القرآن من المعرب. فدونكم الكتاب لا طبع في وزارة الأوقاف، طبعته وزارة الأوقاف هو موجود حقيقة أكثر من مرة. الإعجاز، هناك فصل في المعرب وفي ما سمي بالأعجمي أو الأعجمي في الكتاب، بحث
يقول بأن هذا المعجز، هذا المعرب في القرآن هو معجز بنفسه، في إعجاز. قد كتب أحد الباحثين في موضوع اللغات بحث في هذا الباب طريف ينبغي أن ينظره الطالب، وأنه حتى هذه الأشياء التي ترجمها القرآن فيها إعجاز خاص يدل على أنه من عند الله، لأن الإعجاز هو التحدي بخاص يكون آية على أن هذا الكتاب ليس بشري الوضع ولا بشري التنزيل. وكان من حاو في بحثها هذه المسألة أن أرجع إلى اللغات التي هي أصول لهذا، فعرف كيف هدب القرآن وهدبت لغة الكتاب وزاد القرآن فكمل تهذيب هذه الألفاظ، وكيف أنه أحيانا يترجم وأحيانا يعرب، وش الفرق بين التعريب وبين الترجمة. التعريب تخليها على أصلها ثم يهذبها لجعلها عربية في المذاق ولا في الميزان العربي، كجبريل وغيره، جبرائيل، ميكائيل، ميكال، قراءات التي هي الثلاثة في ميكال والأربعة هذه المتواتر وربعة في جبرائيل. وكيف أنه أحيانا تقول الكلمة في الترجمة في التعريب فيترجمها، كما في ذي الكفل وذي النون. هذا الكفل قال وش هذا الكفل؟ أصله في اللغة في العبرانية هو حلقية، وحلقية اللي قريتها بالعبرانية تكون الحاخة خلقية، وصلوا فيها في لغة العبرية التي هي أخت العربية في أصول منها في أصولها أنهم هي الخلاق عندنا، ما له في لغة من خلاق خلقية، والخلاق النصيب، وخلقية نصيب الله أي صاحب النصيب الإلهي، وكان يدعى عندهم هذا الكاهن العظيم أي المتنبئ العظيم، شيء الكاهن يعني الكهنة التي كانت تمارس، المتنبئ العظيم، وكان نبيا ووجد في كتبهم وأسفارهم النص عليه وبيان أنه كان من أنبياء بني إسرائيل، وكيف أن القرآن تقول يعني تقول في النصر فترجم بالمعنى الذي في لغته. فمن وقف النبي على أن معناه في أصل لغته هو صاحب الكفل وصاحب الخلاق، هدوا الكفل هنا وكرر في القرآن يدل على أن المترجم عالم بأصول اللغات، وهذا الله تبارك وتعالى. ولم يريد أن السلف وقفوا عند هذا، لأن هذا ما القرآن مفتوح على الوجود كله إلا أن تنتهي الأرض، وهو كتاب الناس كلهم إلى نهاية المطاف، والمتضمن لكل الكتب السابقة والمضيف إليها ما به تمامها. حصل أنه لا بد أن يكون فيما هو آية منه ليستمر التحدي والإعجاز. قلت في فصل التحدي أول العنوان ينبي على أنه سيجيز القول، فقال نبدأ ما قاله العلماء في إعجاز الكتاب، نبدأ مما قاله العلماء، فالنبدأ تزين بالقلة من أقوال العلماء، العلماء خاصة في إعجاز القرآن، اختاره هو وذكر أوجه الإعجاز ولم يبحث في أصل الإعجاز، بمعنى أنه لأن القرآن معجز ما في هذا اختلاف عند أهل الإيمان، مؤمنون يؤمنون بأن القرآن معجز، وأنا معجز معجز معنى أنه لا يمكن أن يأتي به أحد إلا الله، يعني قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، جاء القرآن فتحداه، أنا طلبهم بالمعارضة، وإنما يطلب المعارضة المخالف الذي ينفي كون هذا القرآن إلهيا، وإنما يقول من مماثل، وما يكون من مماثل يجيء من مماثل آخر، فلا يكون موضعا للتخصيص ولا، إنما القرآن فضل خاص خص برحمته من يشاء، هو النبوة وهو هذا الوحي. فسيدنا ذكر أولا وجهان للعقل بما هو أي بماذا كان، فذكر وجهان رد عليهما. الوجه الأول أن الإعجاز كان بكونه من كلام الله القديم، وهذا التحدي تحدي أولا بما لا يتصور فضلا عن أن يطاق، لا يوجد أحد الآن أن يأتي بشيء اسمه صفة الأزلية، يعني التحدي لم يقع بهذا، التحدي وقع بهذا اللفظ، قال بعضهم بأنه كان بالصفة القديمة
صفه الازليه لله تبارك وتعالى. هذا يتصور كنا قلت فضلا عن ان يطاق. وتكليف ما لا يطاق ساقط الاعتبار على الصحيح. ما لا يطاق ففي تعيين كلفته وجائز ووقوع عضله البصره. البصراء الحكماء كانت هذه عندهم من معضلات ماشي من المشكلات فقط. هو كيف يكلف بما لا يطاق؟ كيف يكون بعد أن تكلف؟ كيف يقع؟ وقول الله تبارك وتعالى في معلمًا إيانا كيف نتوسل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة به، وإن كان يدين من حيث بأنه ممكن الوقوع ولكنه لم يقع. والدليل عليه أن الله أن هذه الآية لما نزلت قال الله تعالى قد فعلت، ربنا لا تحملنا قال قد فعلت وصح الحج. وأنا تحملنا ما لا طاقة به قال قد فعل. إذن هذا الوجه أرد بهذا الجانب، أرد إذن بشيء آخر يجمعهما هذا الوجه الثاني، وهو أن فيه أنباء غيب، فيه أنباء من الغيب سواء بالماضي أو القائم في النفس أو في الوجود، كغيب الأرض وغيب السماء وغيب النفس، وفي الغيب الآتي الذي تحدث عنه. وهذه الغيوب بها وقع التحدي، وعلمنا أن أولا يرد هذا بأن التحدي لا يكون بالمعجز في نفسه، بمعنى أنه لا بد من يقع التحدي في أمر الأصل فيه أنك بارع فيه وتدعي مع نفسك أنك يعني صاحب البيان صاحب جنة في الوجه، بينما العلم الغيب هذا تفرد الله به، وإنما يعلمه الناس بعضه تنبؤان أو بشي وسائل تقرب جانبا منه دون تقرب الإحاطة به أو ما يشبه الإحاطة. ثم هذه المسألة هذه ليست مضطردة في كل الصور، ليست صور القرآن كلها تتضمن غيبا، في بعضها أحكام في بعضها تشريعات في بعضها أشياء اللي لها دليلها فيها. فإذن أشياء الغيب تقصر على قاصرة على بعض الصور، وغير المضطرج لا يمكن صلحه أن يكون متحدي، خصوصا أن يكون بصورة منه كما حصل الآية التي فيها التحدي فيها بصورة من مثله، وهي أشدها عليه ماشي مثله من مثله. فآيات التحدي على الصحيح أربع، واتهم بحديث مثله كل بعشر صور مثله بصورة مثله بصورة من مثله، لأن المثلية تكون تطابقية وتكون في جانب حتى في جانب ما ممكنش. كل صحة المعاني على تمامها، صحة النظم على كماله، فصحة الألفاظ على خدر المصحف تزيل على كلمة تزيلها فإنه لا تسد مسدها فضلا عن أن تفضلها. إذن هذان قال التعقيب عليه، قال هذا التحدي هو الأصل، تحدي مع المخالف. وهذا الوجهان المذكوران هما يعني يفترضان أن هذا المتحدى يؤمن بأصل الشريعة وأصل النبوة، يعني تقررت عنده الشريعة والنبوة، لأنه أنت يسلم بأن هذا من غيب الله، ويسلم الأول بأن صفة الكلام صفة قديمة باعتبار الشأن، إن الله لو من صفات الإله أن يتكلم، لأن الكلام قدرة في الحقيقة، قدرة على توصيل الخطاب بغض النظر على أشكالها وصورها. الله يتكلم مع السماء، يتكلم مع الأرض، يتكلم مع النحل وحربك إلى النحل، قال له الأرض ائتيا طوعا، يتكلم مع الأنبياء، يتكلم مع الملائكة في عالمين. إذن الله تبارك وتعالى يوصل الكلام إلى كل خلقه بما يبلغهم مراده لينفذوا الأمر، هذا شأن الكلام إليه. ومنه القرآن، هذا من القرآن الذي نزل، وشاء الله أن يكون بكلام العرب ضرورة أن نبعث منهم ونبعث إليهم في الأول أيضا عرب وفصحاء، وإذا حصل أن تحدوا بالبلاغة فعجزوا وهم أئمتها حصلت إعجاز غيرهم بالأولى، من جهة تعجز النخبة من دونهم ضرورة لا ينبغي أن يسلموا، وإلا لا يبقى معهم إلا العناد والتطاول ومجاهد الدليل بالإنكار المحض.
ثم وسط الوجه الذي اختاره وهو الوجه الذي عليه الجمهور الباحثين في المسألة، وهو من القرآن يعني وجه إعجازي، والتحدي كان بما برع المخاطبون فيه وهو صحة المعاني. ماذا شرط أن المعاني إذا كانت مفترات أو سقيمة أو كذا لا يمكنه أن تحدي المعاني، الألفاظ هي ليست مقصودة لذاتها، مقصودة للمعاني، فلا بد أن تكون المعاني صحيحة في نفسها، بل هي صح المعاني واحدة. هذا يجبنا إن شاء الله بعض بيانه في سورة الحمد إن شاء الله. صحة المعاني، فصحة الألفاظ، وتريتها بداعة النظم. النظم يبدأ بنظم التركيب وينتهي بنظم السياقات المختلفة، وهي تراكيب المشند بعضها إلى بعض، والمعطوف بعضها على بعض، والمقطوع بعضها إلى بعض. والذي قال فيه بعضهم حين سئل عن البلاغة فسره بأحد أفرادها العظيمة فقال: معرفة الوصل والفصل. البلاغة معرفة الفصل والوصل. وقال إن هذا الوجه بالنسبة للعرب كان هو الوجه الذي يصلح للتحدي، انهم يدعون انهم ارباب الكلام ولهم فيه منجزات، انجازات، انه فيه اشياء انجزوها، شعارهم، محاوراتهم، ما تواتر من نثرهم وشعرهم. وشاهد بعضهم وهم يسمع القران بان هذا القران ليس من قول الشعر ولا من قول الكهانه ولا له نظير في خصام في المخاطبات التي عنده، وإن أسفله لمغدق وأعلاه لمثمر. يعني حتى إذا انحط فإنه يمتح مما، وإذا علا فإن الإثمار لا ينفك عنه. كلمات لو حللت اليوم أدبيا لأعطت معاني بلا حدود. هذه أسفله مغدق، تعرف النخلة؟ النخلة عندها الشرابة، الفلالين تعرفوا هذه، تصبوش ما صابوش لها الشرابة ما ستعطيش الشرابة، تيقدوها لها والما تيجي لها وتتشرب بطريقتها، والأهل تاعها يعتنى به غاية، تيطعم تيتلقح تيتهدب هذوك الزائد، تتفتح ما يسمى بمسارب، مسارب الأعداق ولا الأكمام الأولى قبل وجود العتق وتخرج. أمور كثيرة تدل إلى أن هذا الإثمار إذا كان مستويا وكان الإغداق في الأسفل فإن عصا النخلة يكون أجود ما يكون وعلى المشداد، ويسمى بتوالي الفصاحة والبجاعة من أول الكتاب إلى نهايته، وهذا لا يستقيم لأحد حتى من الكبار. تلقى الله بدا كذا الآخر وتعرضوا على الآخر فينكحوا، ثم الآخر فحل فيزيد فيه ويبدل، ثم الآخر يقول له وبقي فيه بقية يعني يجيء من يكملها. دائما خاض هذا، وأبل أن يتم إلا كلامه. وقال تعالى: وتمت كلمات ربك، في الجانبين، والجانبين عقل عليهم، الصدق في المضامين والعدل في الموازين والعناوين. الموازين هي الأحكام، والصدق في الأخبار والأنباء، والعناوين هي ما نسميه أنا بداعة النظم، واختيار ما يلزم على البداعة من فصاحة وصحة. الصدق في المضامين، الصدق المطابقة في تمامها بالخبر والخبر، فلا خلل ولا تناقض ولا شيء. والعدل، والعدل يطلق أحيانا على قمة الاستواء، سواك فعدلك، سواك فعدلك فوق شوية. إذا كان الخلق يقول خلق فسوى، فإن الأمر هنا عدله، الأمر كلمة وتعديل فيه تمام التسوية. والسر في ذلك أن المتكلم بالقرآن من هو؟ الله. الله موصوف بالإحاطة علما وبالإحاطة حكما وإحكاما، فما يجيء من العليم الحكيم المحكم سيكون قمة كمال. إذا لا تجد في كلمة الله خللا ولا تفاوت كما لا تجد في خلقه من تفاوت، وكل بحسبه في باب الخلل والتفاوت. فينبغي هذا إن شاء الله نستحضره ونحن ننظر
استحضرها ونحن ننظر في آية الكتاب في توافقتها، ونحن مع الذين يرون أننا بقدر ما نرتقي في مشاهد الإعجاز بقدر ما نقترب من ذوق بلاغة الكتاب. وبالتالي فهم لي فالإعجاز لا يدرك ولكن يدق، لأن الإدراك إحاطة، والدراية هي نوع من الإحاطة بالسبب، شرطها السبب والاكتساب، لكن هذا الذوق هو نصل القمة. والذوق بالنسبة لنا يكتسب، لأن الذوق الذي هو ثمرة السليقة هذا مضى مع السليقة، بقى الذوق الاكتسابي الذي يجيء مع المهارة ومع جويد الملكة والقريحة فيما يتعلق بأساليب الكتاب، حتى يصل الإنسان إلى ذوق فيقول سبحان الله كما قال العربي وقد سمع قارئ يقرأ. سبقا قلت لكم يعني السارق والسارقة في القصة عودية وما جزاء لما كسبنا كلمة الله والله غفور رحيم، فقال ما هذا؟ قال قرآن. قال ليس به. فتنبأ القارئ فقال والله عزيز حكيم. قال نعم الآن. عز فحكم فقطع، عز فحكم عزيز حكيم، معنى المناسب لحكم القطع هو العزة والحكم، عز فحكم فقطع. فهذا ذوق عربي سليقي اكتشف أن هذا اللصق هذا دل على أن هذا الكتاب كلم إلهي. فالذين بحثوا في إسرار النظم وقفوا عندها كبعض الأئمة وغلوا وبالغوا في ذلك ولهم الحق، لما اكتشفوا فيها من أسرار. فإنسان لا يستخرج المعاني فقط من الأصل التركيب ولا من اللفظتي، وإنما من هذه المناسبات التي تكون بين الجمال وتكون بين السياقات، ليس بالجمل فقط بل بين السياقات، وتجد صورة واحدة فيها سياقات أحيانا تبدو لك وكأنها متعارضة، وحين تمعن النظر أو تنعمه تجد بالمعاني ما الله بيعلم. وضع زينة إن شاء الله. فاللهم اجدنا علما ووفقنا لما تحب وترضى، نور بصائرنا بنور معرفتك، واهدنا لأحسن السبل، واهدنا لما هديت إليه عبادك الصالحين، وعرفنا بك شباب المعرفة. اللهم ارحمنا بالقرآن، جعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وحلا وجهنا لي وطرفنا لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحم رحمة واسعة، واغفر لهم مضيعهم من حقهم، واغفر لنا مضيعنا من حقوقهم، تولنا واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين في الملائكة إلى يوم الدين. صلاة ترضيك وترضى بها يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.